حتى في لو كان امرا مباحا بنتركه الان الى وقت يمكن ان يستثمر فيه هذا المباح. يعني ما عندناش رفاهيه تضييع هذا الوقت. ما عندناش رفاهيه تضييع هذا الوقت. آه. خلينا نطيع ربنا الاول في هذا الشهر الفضيل بما شرعه في هذا الشهر الفضيل، ثم من بعد ذلك ننظر في المباحات، لان هذه فرصه قد لا تعود مره اخرى. يعني يمكن العام القادم ما تجدش سنحت وننتهزها، وممكن ما اجدش نفسي يعني يدركني الموت مثلا قبل مجيء رمضان القادم، فعلى الاقل يكون انا قضيت رمضان. انا يعني سيدنا رسول الله بيقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. بلغنا رمضان ليه؟ لانه هو متشوق الى هذا الشهر الفضيل لاجل ان تكثر فيه الطاعات، ولذلك يشد ازاره ويوقظ اهله ويحيي ليله. وبعدين الصالحون من بعد ذلك مثلي ختم القرآن الكريم، يعني يفعل في هذا الشهر ما لا يفعل في غيره، حتى يروى عن الإمام مالك أنه إذا أقبل شهر رمضان طوى كل شيء ما عدا القرآن الكريم، هو الذي يقرأ القرآن الكريم طوال هذا الشهر. إذا كأن هم بيدونا نموذج في أن الأوقات ثمينة لا ينبغي أن تضيع هكذا. ثم من بعد ذلك شوف بقى يعني لا تفعل إلا المباح فيما بعد. ولذلك قضية الغناء نحيها الآن جانبا، وقضية الفن غير الهادف نحيها هذا جانبا، ونرتب أولوياتنا. أولوياتنا الطاعة، وبعد ذلك نشوف أمورنا فيما بعد. عظيم جدا جدا. إذن أولوياتنا الآن الطاعة، وفي برضو البعض يعني يتعامل في رمضان بحساسية بالغة لكاد لدرجة انه لا يكاد يخرج من بيته، يعني هو مش عايز يخسر صيامه، فتقريبا بيعتكف الشهر كله ويعتزل الناس خشية ان ينتقص من صيام. المسلك النبوي على غير ذلك. على غير ذلك، نعم. المسلك النبوي على الاحتكاك بالمجتمع و البحث عن عملي كما أناطاه الله سبحانه وتعالى بي وكما أنا مكلف به، والسعي في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولذلك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على ذلك، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا يقتضي أن أنا نكون نحتك بالناس، وإلا من الحاسبين لو أنا عشيت يعني. فكأن ضبط النفس الذي حرص عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهنا إليه توجيها، هذا الضبط للنفس في الحقيقة يعني يقتضي إن أنا أو يستلزم إن أنا عشان أضبط نفسي إن أنا أكون محتك بفلان ونعافس الحياة هكذا حتى يعني نختبر. ولذلك من صبر على هذا الأمر وذكر الناس بأنه امرؤ صائم وضبط أعصابه ومسك نفسه عند هذه المسائل، فبلا شك أنه يجر على ذلك أجرا كبيرا، وصومه يكون قد أثمر.